صحيح. مولانا بتقول لك علي 4 أيام من رمضان اللي فات. هنا بقى هنفرق بين حالتين. إذا كانت هذه الأربع أيام لم تصومها لأنها قد تكاسلت عن أداء الصيام حتى دخل عليها رمضان الجديد، يبقى في هذه الحالة عليها صيام 4 أيام، وعليها إن هي تطعم مسكين عن كل يوم لأنها قد تكاسلت عن أداء الصيام حتى دخل عليها رمضان الجديد. أما إذا كانت في عذر وهذا العذر قد امتد إلى رمضان الجديد فدخل عليها رمضان الجديد وهو العذر مصاحب لها ولا تستطيع أن تصوم هذه الـ4 أيام فلا حرج عليها، تصوم 4 أيام فقط بغير فدية بعد انتهاء رمضان إن شاء الله.